أما بالنسبة لمرشحينا
كل إرادي مرشحين، ولكن الأولى فالأولى فنحن نصوت لحزب إرادة، ولكن عندنا هالفارس وعندنا الدكتورة زينب. والفارس والدكتورة زينب من طينتنا، أولادنا، أولاد المدارس الحكومية، أولاد الحرافين، أولاد الضفرانين اللي بيشعروا أنا شو بدي وأنت شو بدك. حزب إرادة من الأول للأخير هم كلهم رجالات وطن، ورجالات الوطن همهم على الوطن وعلى المواطن. حطوا برنامج مشان يسعفك ويسعفني ويسعف ابنك ويسعفني، وهذا ما نحتاجه الآن في هذا الوطن الذي نرجو الله أن يحفظه ويديمه ويديم قيادته. ونرجع لفارسنا ودكتورتنا، وهم زي ما حكينا أولادنا، هم اللي عاشوا بعجلون، شربوا من عين عجلون، وأكلوا البلوط عجلون وعين التيس، وأكلوا البلوطة، وعارفين أنتم كلياتكم شو بدكم وشو اللي بتحسسكم وشو القطاعات اللي نسحنا فيها. لكن بالنهاية هم نواب وطن للوطن أجمع، وسيخصون عجلون بما يسر الله له. حزب إرادة إرادة جاء للتغيير والإصلاح، والتغيير والإصلاح ما كانش رقم أول وزير سابق، بل كان رقم اثنين عين سابق، كان أولاد الحرافين مدينة البشير لا تصل رقم 41، ونضال البطاينة معالي نضال البطاينة وضيف الله القلاط واللي ذكرهم معالي نضال البطاينة هم في ذيل القائمة، وهذا كله دعم للشباب ودعم للطبقة الكادحة، الطبقة الهشة والمهمشة اللي بدها خدمات واللي بدها تغيير بهذا الوطن. فكلنا يجب أن نكون نوال إرادة في عجلون، وعجلون بؤبؤ إرادة، لأنهم هذا يترجم زي ما حطونا بعينهم بؤبؤ بدنا نحط لهم اصوات بالصناديق. دمتم بخرا لعجلون ودمتم بخرا للوطن، والسلام عليكم.